لعقود عمل الحاج سالم المحبشي بكل تفان على جمع حوالي 80 سيارة كلاسيكية فريدة، بعضها يعود إلى حقب زمنية غابرة، وقد خصص لهذا الغرض متحفا خاصا في مدينة سيئون ليصبح مقصدا لعشاق السيارات القديمة والمهتمين بالتراث. لكنه اليوم يواجه تهديدا جديا بالإغلاق، فغياب الدعم الحكومي وعدم الاهتمام بالمشاريع الثقافية ألقى بظلاله الكئيبة على المتحف. طبعا اجمالي السيارات الذي قام بتجميعها الوالد عدد 80 سياره. وطبعا نحن الان موجودين في السيارات الصالحه اللي شغاله، وتقدر تقول انها في حاله ممتازه جدا، حوالي 20 سياره. بينما توجد سيارات اخرى حوالي 40 سياره يعني تحتاج الى صيانه، وفي عدد 20 سياره اخرى يعني زي ما تقول هذيلا عباره عن هياكل. يسترجع الحاج سالم هنا أياما ذهبية كانت الزيارات تتوالى والاهتمام الحكومي يترجم إلى دعم ملموس، خاصة في عهد الزعيم الراحل علي عبد الله صالح. يتذكر سالم تلك الفترة بفخر، حيث كان المتحف يستقبل وفودا رسمية ويمثل وجهة سياحية مهمة. في سنة 1997 قمنا بشراء سيارات لعمل المتحف، وبالفعل اشترنا الكثير من السيارات، وفي زيارة للزعيم الراحل الشهيد علي عبد الله صالح إلى سيئون طلب زيارة متحفنا، وأعجب بالسيارات كثير، واعتبرناه الداعم الأول لنا باعتباره هو الوحيد اللي عجبنا السيارات وكثير وشال بهن. يعد هذا المتحف من أبرز نقاط الجذب السياحي في المدينة، فهو شاهد على تاريخ تطورها ونموها، ومرآة أيضا تعكس اهتمام الدولة بتراثها وثقافتها. أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت.